تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية يذكر بمرور أربع سنوات على عمليات التحالف في اليمن. أعوام من القتل والتشريد، انتهاكات لا تحصى، وصولا لأكبر أزمات العصر الإنسانية. تاريخ من الانتهاكات ضد اليمنيين، كيف يمكن للجناة الوقوف أمامه؟ تخفت اخبار اليمن وتعود مجددا عبر بيانات وتقارير المنظمات الدوليه المحذره من سوء اوضاعها والمتسائله دوما الى اين تقود الحرب مصير ابنائها. منظمه العفو الدوليه تعنون تقريرها الجديد بمخاوف من ارتكاب مزيد من الانتهاكات دون نهايه مرتقبه للصراع. التقرير جدد مطالبته الدول الغربيه وقف تجاره الاسلحه مع الاطراف المتحاربه في اليمن. وكذا تحمل مسؤوليتها تجاه معاناه المواطنين المتفاقمه يوما بعد اخر عن الحمله التي تقوم بها منظمه العفو الدوليه الهادفه لتعليق عمليات نقل الاسلحه الى التحالف وغيرها من جهود المنظمات مساؤنا لهذا اليوم سيناقش ما جدوى هذه الدعوات في ظل استمرار الحرب واين وصلت الجهود المبذوله لتحقيق المساءله وانصاف الضحايا رغم وجود أدلة تؤكد على انتهاكات القانون الدولي المعاناة في اليمن لا يمكن تخيلها هذا ما قالته منظمة العفو الدولية واصفة الوضع في اليمن بعد أربع سنوات من تدخل التحالف تقرير صدر اليوم عن المنظمة تقول فيه إنها وعلى مدى أربعة أعوام وثقت جرائم مروعة ارتكبت بحق المدنيين في البلاد من قبل ميليشيا الحوثي وحلفائها من جهة والقوات الحكومية والتحالف من جهة أخرى الجرائم تنوعت بين هجمات عشوائية تسببت بمقتل آلاف المدنيين واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري تقول مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إن الوضع الإنساني المؤلم يتفاقم جراءها يومياً، ما يتطلب وضع حد لها، ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة وأن آثارها الإنسانية الكارثية لم يعد بإمكان اليمنيين تحملها". بعد تحول اليمن لساحة صراع مصالح إقليمية ودولية، تتزايد المخاوف من أن لا نهاية مرتقبة للحرب ومن إفلات مرتكبي جرائم الحرب والمنتهكين من العقاب، ما يدفع بالمنظمات الإنسانية لمطالبة الدول الغربية بتعليق تجارة الأسلحة مع دول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. عشرات الغارات التي أسفرت عن مجازر، وأدلة دامغة على أن أسلحة دول التحالف قد استخدمت في ارتكاب جرائم حرب ناهيك عن استمرار تهريب الاسلحه لميليشيا الحوثي، فضلا عما تصنعه محليا من متفجرات والغام، والاف الضحايا والكثير من الدمار، يقابله غياب اي جهود حقيقيه لوقف المعاناه او لتحقيق المساءله وانصاف الضحايا، فاي الكفتين ترجح؟ ارباح مبيعات الاسلحه ام ملايين اليمنيين وحقهم في الحياه؟ إذا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط والراصد الحقوقي ياسر المليكي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز وسينضم معه آخرون مساء الخير أستاذ ياسر أهلا بك يا السادة المشاهدين أهلا بك إذا بداية ما هو تعليقك على التقرير؟ أو هو تقريبا نعم تقرير قدمته منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور أربع سنوات بداية دعيني أقول أنه بعد أربع سنوات ونيف من الصراع أصبحت الحالة الإنسانية أصبحت اليمن كدولة ودعيني هنا السعير ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي في تقريرها 2017 حينما قالت أن اليمن كدولة بعد ثلاث سنوات من الصراع يكاد ان يكون قد تلاشى من الوجود. هذه العباره صادمه ومرعبه لكل اليمنيين. للاسف الشديد لا الشرعيه للش... اليمنيه استطاعت بس سيطرتها على الاراضي المحرره ولا التحالف العربي اوفى بوعده في باستعاده ب... الشرعيه ولا الحوثيين استطاعوا ان ان يكونوا أن يشكلوا نواة لسلطات ومؤسسات يمكن الاعتماد عليها أما بالنسبة للتعليق على هذا التقرير ودعيني أقول أنه هذا التقرير الذي صدر بمناسبة أربع سنوات من بداية القصف الجوي أو تدخل التحالف العربي في اليمن يضع التقرير بين ظفرين في 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 علامه استفهام لتاثير اللوبيهات الضاغطه لجماعه الحوثي على المنظمات الدوليه، هذا التقرير وان كان ما ورد في كل المعلومات التي اوردها هي صحيحه ودقيقه لكنه تغافل عن معلومات وحقائق ايضا بالنسبه لما يتعلق بالحوثيين وبالسلاح تحديدا هو ركز على دول التحالف العربي وعلى ان وعلى انه يطالب الدول الغربيه بمنع بيعها السلاح لدول التحالف العربي وخصوصا للسعوديه والامارات لكنه اغفل حقيقه ثابته وهي ان دولة مثل إيران وميليشيات مثل حزب الله في لبنان وميليشيات أخرى في العراق تدعم جماعة الحوثي أو ميليشيات نعم لماذا؟ الحوثي لماذا برأيك؟ نعم هذا القول ليس اعتباطا. لماذا برأيك نعم هذا ما لفتنا حتى أن يعني لا ذكر تماما لمن يدعم الحوثيين ويذكر فقط بأنهم أحد أطراف الصراع المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن ولكن الشرح والتفصيل والإدانة كلها تصب على التحالف للأسف الشديد أغلب المنظمات الدولية واقعة تحت ضغط وتأثير لوبيهات ضاغطة لجماعة الحوثي أجنحة حقوقية تشتغل تبع لجماعة الحوثي أو لميليشيات الحوثي في الدوائر الغربية هذه اللوبيات التي استطاعت أن تؤثر على قناعة كثير من دوائر القرار كثير من المنظمات الدولية من ان الحرب ابتداء بدات في حينما تدخلت دول التحالف العربي وهذا للاسف الشديد مغالطه اليمنيين مغالطه الواقع مغالطه للتاريخ لا. الحرب في اليمن بدات في بدايه 2014 من عمران وكانت حرب جزئيه آه وبدأت آه بشكل كبير آه آه بعد سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 آه هنا نستطيع أن نقول أن الصراع في اليمن دخل مرحلة اللا عودة بعد إسقاط العاصمة صنعاء آه ومن هذا التقرير أو من هذا التاريخ يعتمد مثلا مجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات في مجلس الأمن الدولي تعتمد هذا التاريخ آه آه للتحقيق في كل الوثائق في كل الجرائم في كل الانتهاكات في كل الوقائع التي تنسب لكافه الاطراف آه وهي تعمل آه على تحقيق او تقرير ما اورده آه ما قرار مجلس الامن 22 16 آه الخاص بادانه جماعه الحوثي ودعوتها الى اعاده مؤسسات الدوله والعوده بالوضع في صنعاء الى ما كان عليه قبل 21 سبتمبر 2014 لكن للاسف الشديد اقول للاسف الشديد المنظمات الدوليه وهنا خصوصا المنظمه العفو الدوليه أمينستي وقعت في فخ هذه اللوبيات التي تتبع جماعه الحوثي انا لا ابرئ هنا دول التحالف العربي وما ارتكبته من مجازر بشعة ومروعة بحق اليمنيين بحق الدولة اليمنية بحق السيادة اليمنية لكن الحقيقة أن هناك مغالطات كثيرة في أن الحرب بدأت منذ هذه الليلة أي 26 مارس 2015 والحقيقة أنها بدأت بشكل كبير وواسع ومنتشر بعد سقوط العاصمة صنعاء أو إسقاطها من قبل تحالف الحوثيين وصالح آه هذا التقرير كما قلت وإن كان أورد آه معلومات دقيقة حول استخدام آه دول التحالف العربي السعودي والإمارات تحديدا للسلاح آه واستخدامها آه لسلاح منفلت آه ضد المدنيين وضد المنشآت والبنى التحتية اليمنية إضافة إلى أنها آه آه خرجت بعيدا عن ما آه تعهدت به او وعدت به الشرعيه اليمنيه وال 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 واليمنيين من ان تدخلها كان لصالح نعم. اليمنيين ومن اجل استعاده شرعيتهم لكنها للاسف الشديد آه نقول آه آه حازت أو ابتعدت عن هذه الأهداف التي تدخلت بموجبها وكان تدخلها وفقا لمشروعية الطلبة الشرعية اليمنية وموافقة مجلس الأمن الدولي بالقرار 22 16 بعد أربع سنوات ونصف من الصراع أي من 21 سبتمبر 2014 أو بعد آه هذه الأربع سنوات كما تقول منظمة العفو نعم. الدولية آه أصبحت اليمن كدولة لم تعد موجودة وكل سلطاتها مختطفة مع عديد من الأطراف إما آه آه مع نعم. شرعية سنناقش هذه النقاط أستاذ ياسر آه نعم اسمحنا لنا فقط أن ينضم معنا المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من مشجن مساء الخير أستاذ عبد الرحمن مساء النور إذا القتل وقصف المدن وتفجير المنازل مرورا بالاعدامات الميدانيه وانتهاكات لا تحصى تعرض لها اليمنيون والمدنيون بالذات من قبل الحوثيين وطائرات التحالف ايضا. كونك كنت عضو في اللجنه الوطنيه استاذ عبد الرحمن هل وثقت هذه الجرائم من قبل اللجنه وبقيه المنظمات؟ آه نعم هو كان هناك توثيق لكافه الجرائم يعني التي ارتكبت التي وصلت الشكاوي التي قدمت الى اللجنه وفي بعض القضايا خصوصا قضايا جرائم القتل الجماعي وايضا قضيه قصف الطيران و الاعتقالات وتجنيد الاطفال والالغام هذه كانت اللجنه تقوم بعمل نزول ميداني وتبحث عن هذه القضايا على الرغم ان اللجنه يعني كاليه وطنيه كانت هي اعلنت عن استقبالها للشكاوي و بدايه الامر كانت اللجنه تنزل الى هذه الاماكن من ذات نفسها هناك كثير من الانتهاكات قد وثقت ولكن حجم الانتهاكات هي واسعه وكبيره جدا لا يمكن يعني حصرها يعني خلال فتره زمنيه محدده ربما نحتاج سنوات لاجراء تحقيقات اللجنه هي لا تقوم بعمليه رصد وتوثيق ولكنها تقوم بعمليه تحقيق وتستمع الى الشهور لا تستمع فقط للضحايا او اقاربهم او حتى تلقى بلاغه وتعبئه استماره ولكنها تجري تحقيق وتستمع الى الشهود وتاخذ ادله الادله الماديه تقارير الطبيه أه الصور الفيديوهات الاشياء هذه كلها وتعمل في كل قضيه تصبح ملف منفصل أه استعدادا لحالتها الى الجهات القضائيه وايضا الى التقرير العام الذي يحفظ ويسلم الى عده جهات من ضمنها رئاسه الجمهوريه النائب العام وايضا عندما ينعقد يعني مجلس النواب او يتم مجلس النواب سيكون هو الطرف لتسليم هذا التجاري وكذلك ايضا مجلس نقل الانسان والمنظمه التحويليه ويطلع للراي العام. نعم، اذا هذا بالنسبه ل يعني اللجنه الوطنيه لكن ماذا عن بقيه المنظمات؟ يعني لو تتبعنا بعض المنظمات نجد انها يعني تأخذ بعض الحالات التي تخص مثلا ضربات التحالف وتتناسى تماما ما الذي يحدثه الحوثيون أو ما الذي أحدثه الحوثيون تقرير منظمة العفو الدولية اليوم يطالعنا بأن الحرب بدأت في 26 مارس متغافلا عما حدث قبلها هو طبعا هناك يعني في الأخيرة منظمة العفو الدولية هي المنظمه تكاد كل الاولي على مستوى العالم التي تعمل بحياديه بشكل كبير جدا لكن لا ادري ما الذي حدث خلال التغيير الاخيرين التقرير الصدر حول تعز وهذا التغيير الاخير اعتقد ان المنظمه اوكلت المهمه للرافقين الموجودين في الميدان وربما مظلمات، نحن اليوم في اليمن هناك مشكله كبيره المنظمات الداخليه وايضا الراصدين وكثير من نشطاء حقوق الانسان كثير جدا لا اعمم ولكن الكثير منهم اصبح هناك اصطفاف مع طرف وطرف اخر وهنا تصبح الكارثه يضيع الضحايا بين الـ يعني هؤلاء هذه الاطراف او هذه السيارات التي موجوده السيارات الحكوميه التي مع هذا الطرف او ذاك وايضا اصبحت المنظمات الدوليه الكبرى مثل العمود الدوليه وقعت صحيح هذه المعلومات التي وردت يعني انا لا اقول حتى انه الانتهاكات بدات في 21 سبتمبر الانتهاكات بدات عندما حصر الدماج قبل طيب. ذلك نعم. عندما انطلقت جماعه الحوثي من 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 الكهوف والجبال ودمرت يعني القرى والبيوت وزرعت الالغام واسقطت المناطق في حجه وفي صعده وفي عمران حتى وصلت الى صنعاء، نحن حتى لا نحصر الامر بسقوط صنعاء لكن الجمهوريه قد سقطت عندما حيد اعلن الجيش السياد واعتبر انهم اعتبر الحوثيين طرف معسكرات من الجيش الذي كان يدفع وزاره الدفاع أطراف اخر يعني اطراف كانت الجمهورية اختلطت في تلك الأحوال وانتهكت جد بدأت عندما دخلت الدولة على حماية المواطنين وحماية المتركات وبذلك سقطت الدولة, الدولة بأكملها نعم اذا نبقى معنا استاذ عبد الرحمن اعود اليك ياسر ياسر كيف تراهن منظمه العفو الدوليه يتحدث عنها الاستاذ عبد الرحمن بانها من أوائل المنظمات على مستوى العالم حيادية وطرحا لكثير من التقارير لما تراهن بهذا التاريخ الذي لديها وتضع تقرير يسوء إليها بشكل واضح يعني ما من يطالع الشخص العادي البسيط التقرير يجد أن هناك مغالطات كبيرة يحملها هذا التقرير وغيره من التقارير قلت لك أن هناك شيئين اثنين للاسف الشديد تقع في فخهما المنظمات الدوليه اولى هذه اول هذه الشيئين اللوبهات الضاغطه لجماعه الحوثي في دوائر القرار الغربيه والمنظمات التي استطاعت ان تحشدها ايران في مجلس حقوق الانسان ونالت حق الاستشاريه في هذا المجلس وبالتالي فان هذه اللوبيهات اصبحت ذات مصداقيه لدى هذه المنظمات اضافه الى ان السجل الاسود لدول التحالف العربي وخصوصا السعوديه والامارات امام المنظمات الدوليه والدوائر الغربيه يجعلها محل اتهام وشك وبالتالي فانما المقصود من هذا التقرير ليس الداخل اليمني او اطراف الصراع اليمنيه في الداخل بقدر ما هو موجه ضد دول التحالف العربي الامارات والسعوديه تحديدا هناك مزاج غير رايق لهذه المنظمات ودول التأثير الغربية من السجل الأسود أو من الأنظمة لدول التحالف العربي وبالتالي فإن هذه التقارير الموجهة والمهدفة هي تستهدف بشكل خاص هذه الدول أو أنظمتها أما ما أورده التقرير سواء كان منحازاً لجانب الحوثيين إلا أن ما أورده معلومات تهم اليمنيين وخصوصاً في الجانب الإنساني فهو بالطبع ما نشاهده وما يعايشه اليمنيين كل يوم دعيني أسرد, أسرد لك هذه الأرقام أمامي 75% من السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية اثنين مليون طفل يعانون من سوء التغذيه الحاد اثنين مليون طفل يمني لا يذهبون الى المدارس ستين في المئه من السكان لا يعرفون من اين سيحصلون على وجبتهم القادمه ثمانين في من الاطفال يحتاجون الى مساعدات فوريه اكثر من مليون مواطن شردوا او نزحوا من مدينه الحديده ومحيطها اكثر من أربعة مليون يمني هجروا وشردوا ونزحوا من تعز وعدن ولاحق ومارب والبيضاء والجوف خلال اربع سنوات من الصراع بعضهم نزح لاكثر من مره هذه الارقام الصادمه والمفجعه تستدعي وقفه جاده من دول التحالف العربي واعاده ترتيب أولوياتها وبرمجة أهدافها وفقا للطلب المشروع الذي اتخذته الحكومة الشرعية كما أن على الحكومة الشرعية أن تقوم على رجليها هذا الارتعاش هذا الارتهان الذي يصيب هذه الحكومة الشرعية وأدواتها وأجهزتها وقواتها لا يمكن أن يعتمد عليه اليمنيون لا يمكن ان يركنوا على هذه السلطه الهشه التي تقيم في فنادق الدول العربية الإمارات السعودية مصر وغيرها من الدول العربية والغربية هذه السلطة يجب أن تعود إلى هنا إلى بين اليمنيين لا يمكن لسلطة لا يمكن لهذه الشرعية أو المشروعية التي منحها اليمنيون للرئيس عبد الرب منصور هادي أن تكون شيكا على بياض هذه الشرعية يترتب عليها التزامات جادة ودستورية لا يمكن التفريط فيها لا يمكن اليمنيين أن يقبلوا بكل هذا الهراء الذي تقدمه السلطة الشرعية وأجهزتها ومؤسساتها سواء في تعز في عدن في مأرب في الجوف في البيضاء في كل المديريات والمحافظات المحررة واخص هنا العاصمه المؤقته عدن التي تتنازع عليها ميليشيات وفصائل وقوات لا تخدم لا تخدم توجهات الشرعيه هذه الفصائل كما قال عنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن تعمل بالوكاله لدوله الامارات العربيه المتحده وتزعزع الامن والسياده اليمنيه وبالتالي فان ما يتوجب على الحكومه اليمنيه اليوم هو حماية سكانها من من هذه القوات ومن القوات التي تتبعها قبل ان تحميهم من مليشيات الحوثي، صحيح ان جماعة الحوثي ودول التحالف العربي ارتكبت من المجازر ما 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 تقشعر له الابدان مجازر لا يمكن محوها من ذاكره اليمنيين الا ان هذا التسيب وهذا التكدس وهذا اللامبالاه التي تواجهها يواجهها السكان اليمنيين من, من, من حكومتهم التي انتخبوها لا يمكن أن, أن تكون عاملا على النهوض بهذا البلد لا يمكن أن تخرج اليمن من هذه الأزمة في هذه في ظل هذه السلطة للأسف الشديد وبين قوسين الرخوة والغير مسؤولة أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية تجاه اليمنيين نعم إذا نسمح لنا أستاذ ياسر يعني عند هذه الأرقام التي طرحتها والحقائق التي لا يمكن يعني القفز عليها أعود إليك أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن يعني بالاخير يعني التقرير حتى وان يعني كان اعرجا كما يقال ولكن الحقيقه المؤسفه ان فعلا اليمنيون حسب التقرير وحسب ما يعني يتحدث من يعيشون على الارض لم يعد بامكانهم تحمل المزيد لا رواتب لا حلول على ارض الواقع. من يهتم لهذه التقارير ولهذه البيانات التي ربما هي ليست يعني كما تحدث معنا الاستاذ ضيفنا عبر الاقمار الصناعي الاستاذ ياسر عام 2017 قالت منظمه الخبراء بان اليمن كدوله تتلاشى حتى الان لم يتم ايجاد اي حل لذلك. آه نعم هو اعتقد آه انه التقارير هذه لن يكون لها اي اهميه اذا لم يكن هناك آه تحرك من قبل الحكومه اليمنية هو نوع من التنبيه وانذار يعني والتذكير يعني نحن كيمنيين نعرف ما هو آه يعني افضل مما ذكر في التقرير او ما يذكر في التقارير الدوليه التقارير الدوليه هي لا تاتي الا جزء بسيط من الحقيقه يعني باعتبار انه آه لا يصلوا الى خصوصا مع صعوبه وصولها يعني ناشطين من هذه المنظمات الى اليمن وايضا صعوبه الحركه وايضا احجام كثير من الضحايا على الحديث مع مع المنظمات خوفا من ان يتعرضوا للانتهاكات فهي تاتي في جزء بسيط من المعاناه، نحن كيمنيين نشعر بهذا الالم، نحن نريد الحكومه اليمنيه ان تشعر بالالم الذي نشعر فيه كمواطنين يمنيين مما يحدث للشعب اليمني الشعب اليمني من تجويع ومن اذلال ومن اعتقالات ومن قتل ومن دمار، حاله الخوف تدمير التعليم، نحن امام كارثه يعني لا كل الكادر الوطني المؤهل غادر اليمن الاطباء واساتذه الجامعات والمهندسين وكل الاخصائيين في كل المجالات الراقيه، كلهم قد غادروا اليمن وذهبوا الى الجامعات العالميه والى اماكن اخرى يعني نحن سنعود نبدا نؤسس دوله من الجديد. من من جديد وكل ما تاخرنا كلما كان الكارثه اكبر، يعني هذه انا اقول انه يجب على الحكومه ان تشعر بالالم الذي يعيشه المواطنين، وربما الناس يرون يعني ضحايا الحرب لكن لا يرون ضحايا الجوع، يعني السوء التغذيه يقتل مئات الاطفال يوميا، لدينا عشرات الالاف سنويا يموتون بس. يعني بسبب سوء التغذيه بسبب الجوع، هناك مرضى كثير يموتون بسبب عدم توفر علاج الجفن. يعني هناك كارثه انسانيه بكل معنى الكلمه كما تقول الامم المتحده ان اليمن تعيش اكبر كارثه انسانيه في العصر الحديث لكن لا يوجد من يعكس هذه الكارثه ولا يوجد حتى اهتمام دولي بشكل كافي لتلافي هذه المشكله بل انه المجتمع الدولي اصبح جزء من المشكله، المجتمع الدولي له اجندات المجتمع الدولي يتدخل عندما تتلاشى الميليشيات وتبدا في الرحيل من الحديده ومن مناطق اخرى تتدخل بريطانيا ودول اخرى وتستمر المأساة يعني أصبح المجتمع الدولي الذي نطالب كان اليمن أصبح جزء من المشكلة وهو يعني مغذي لهذه الحرب ويعني واستمراريتها نعم إذا شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا عبر الهاتف من مشجن عودة إليك أستاذ ياسر أستاذ ياسر أعود إليك بنفس السؤال ما مدى تأثير هذه التقارير على الواقع في اليمن، يعني منذ اربع سنوات والتقارير تصب في نفس الاتجاه وبنفس يعني الارقام التي تتصاعد يوما بعد يوم، ولكن عمليا لا يوجد اي تاثير على الارض لكل هذه التقارير. هذه التقارير هي فعلا كاشفه وفاضحه لانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها كافه الاطراف هنا على الارض ودول التحالف العربي. هذه التقارير بقدر انه لا 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 اهميه لا الادوات التنفيذيه يمكن الركون عليها او الاستقواء بها لتنفيذ هذه التقارير او لاستقلاب كل المتهمين الذين تذكرهم هذه التقارير. الا الا انها كما ذكرت لك هي كاشفه وفاضحه على الاقل توضح للراي العام مدى بشاعة الجرائم المرتكبه بحق اليمنيين مدى بشاعة حالة حقوق الانسان في اليمن بعد اربع سنوات ونصف من هذا الصراع المرير والمؤلم لا, لا, لا يعول اليمنيين كثيرا حتى انا كناشط حقوقي على المنظمات اصبت باليأس والإحباط بعد اربع سنوات لا يمكن التعويل من اليمنيين ومن المنظمات إلا على سلطات ذات احتراف مهني على سلطات يمكن الركون عليها على مؤسسات يمكن بناؤها لخدمه لخدمه اليمنيين ولحمايتهم من من بطش كل المنتهكين هذه فقط من يمكن من يمكن الركون عليها المؤسسات التي يمكن ان تبنى وفقا للقانون أما المنظمات الدولية فدورها كاشف وفاضح ما لم يكن هناك تحرك جاد أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة البنايات الدولية لادراك كافه المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان وانا هنا اقول انه صحيح ان اليمن ليست موقعه على الميثاق روما المنشئ لمحكمه الجنايات الدوليه الا ان مجلس الامن الدولي المدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه يستطيع ان يتصدى ويستطيع مجلس الامن الدولي ان يقدم كل المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان الى محكمه الجنايات الدوليه هنا فقط يمكن ان ان ترتعد فرائص كل المتهمين سواء من دول التحالف العربي لكن مع ذلك سواء استاذ ياسر يعني اسمح لي بالمقاطعه نعم. الجماعات يعني مجلس الامن وضع بعض الاسماء على لائحه المطلوبين أو العقوبات ومنعهم من السفر وكثير من العقوبات ولكن يعني لم يتأثر أحد يعني ما إن تضيف مجموعة من الأسماء هل سيؤثر ذلك؟ أود أن أسألك يعني حقيقة من المخول بمحاسبة كل الذين انتهكوا كل هذه الجرائم؟ في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان. هل فعلا يعني سن... يقع ذلك على عاتق مجلس الأمن الذي لم يستطع تنفيذ قراره 22-16؟ في ظل المؤسسات الهشة والغير منضبطة هنا في اليمن. وخصوصا المؤسسة القضائية التي لم تستطع ولم تقوى أن تقف على رجليها. فمجلس الامن الدولي ما اصدره من 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 اسماء او لوائح ببعض الشخصيات المتهمه بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان نستطيع او نستطيع ان نطلق عليها بانها لوائح اتهام او قرارات اتهام لاشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان لكن ما ينقص هذه الخطوة هو أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويستخدم سلطاته التي خولها لنفسه بحالة كل هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات الدولية هنا يمكن لهؤلاء المتهمين ان يراجع حساباتهم ان ان يعودوا الى الخلف خطوه اما مجرد اصدار لوائح وقرارات اتهام هي بالتاكيد ستفيد على المدى البعيد لكن ما هو على الأرض من عدم وجود مؤسسات وغياب المؤسسات الضامنة وخصوصا المؤسسة القضائية أصبح اليمنيين لا يعولون على هذه القرارات أو على هذه اللوائح طالما وأن البنى التحتية للمؤسسات الداخلية غير موجوده وغير مبنيه و... ولا و... وليس هناك من جديه امام اليمنيين يرونها لبناء هذه المؤسسات من قبل الحكومه الشرعيه والسلطات الشرعيه وبالتالي فان دور هذه المنظمات التي تصدر هذه التقارير كل فتره واخرى هو هو فضح هذه الجهات التي تقوم بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني دورها هنا الفضح والكشف وتنبيه اليمنيين إلى خصومهم لكن كل هذه الإجراءات لا يمكن الركون عليها طالما والمؤسسة القضائية اليمنية والمؤسسات اليمنية غير جادة في بناء نفسها طالما والشرعية اليمنية غير مهتمة لمآلات اليمنيين غير مهتمة بحماية سكانها غير مهتمه بتطبيق ما خولها الدستور من اجراءات من نعم هل هل تعتقد استاذ نعم أستاذ ياسر هل لعجز الشرعيه بهذا الشكل يعني من المؤسف ان تكون الشرعيه و يعني ميليشيا الانقلاب في نظر منظمات المجتمع الدولي سيان يعني على نفس الكفه يعني برايك هل عجزت الشرعيه ان تكون او تؤدي دورها المناط بها حتى وسمت بانها يعني احد اطراف مرتكبي الانتهاكات لم تكون يعني انموذج حقيقي لعوده الدوله في المناطق المحرره؟ صحيح ان ميليشيات الحوثي او جماعه الحوثي اهدرت الدوله اليمنيه قوضت مؤسساتها اباحت كل المجرمات وبالتالي فانا كمواطن يمني او المواطنين اليمنيين لا يمكن ان يعولوا على سلطات ميليشاويه لا يمكن ان يعولون على هذه الجماعه في حمايه في حمايه السكان لا يمكن ان يعولون عليها في بسط السيطره على الاراضي اليمنيه وهم يعرفون انها ميليشيات خارجة عن القانون استولت على الدولة هدمت المؤسسات قوضت البنى التحتية وكل هذه الأزمة الإنسانية والصراع الذي يشهده اليمن هو بالتأكيد بسبب هذا الفعل الذي قامت به جماعة الحوثي وحليفها صالح من إسقاط العاصمة صنعاء من إسقاط مؤسسات الدولة من إهدار الدولة اليمنية من استدعاء تدخل دول التحالف العربي كل هذا بسبب الميليشيات بالطبع لكن ما يمكن اللوم أو أو ما يستطيع اليمنيين توجيه اللوم إليهم هو الحكومة الشرعية باعتبارها المخوله دستوريا والمعترف بها امام اليمنيين امام المؤسسات الاقليميه امام المجتمع الدولي امام مجلس الامن الدولي وبالتالي اليمنيون لا يمكن ان يطالبون جماعه الحوثي او دول التحالف العربي ببناء هذه المؤسسات اذا لم تكن السلطه الشرعيه هي الحاضره هي التي تدير الأراضي المحررة على الأرض هي من تقوم بحماية السكان وبالتالي كل اللوم يتوجه على السلطة الشرعية صحيح أيضا أن دول التحالف العربي أضعفت وتضعف هذه السلطة الشرعية بتشكيل بليشيات خارجة عن سلطات الحكومة الشرعية خارجة عن سلطة وزارة الدفاع ووزاره الداخليه لكن هذا لا يعفي الحكومه الشرعيه الرئاسه اليمنيه من أن تقول لدول التحالف العربي نحن من يحق لنا أن, أن, نبني هذه المؤسسات نحتاج فقط دعمكم تدخلكم كان لاستعادة الشرعية وليس لبناء جيوش موازية للقوات اليمنية هنا هذا ما يستطيع أن يقوم به اليمنيون أيضا أمام دول التحالف العربي هذا الرفض الذي نشاهده يوميا في تعز في عدن في المهره في سقطره في كل الاراضي او المحافظات المحرره هذا الرفض لدول التحالف العربي نابع عن عن ضيم اليمنيين والظلم الذي يحيق بهم نابع عن هذا التهميش هذا العشوائية الدولة الذي التي تحيط بهم وبالتالي فهم يريدون من الحكومة الشرعية والحكومة الشرعية وحدها هي المخولة ببناء هذه المؤسسات هي المخولة بحماية هؤلاء اليمنيين اعيب ايضا على دول التحالف العربي انها بعد اربع سنوات من الصراع اربع سنوات ونصف لم تستطع تامين محافظه او عاصمه او او مدينه كالعاصمه المؤقته عدن هذا يجعلها امام المجتمع الغربي امام المنظمات الدوليه امام المؤسسات الاقليميه يضعها امام حرج وتساؤلات اذا كانت دول التحالف العربي بامكانياتها بكل ما تمتلكه من وسائل وتحشيد وامكانيات رعم. لم تستطع توفير الامن لمدينه مثل عدن كيف بامكانها ان تستعيد هذه الشرعيه الى صعده الى صنعاء الى الحديده كثير من الموانئ اليمنيه المحرره تحت في 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 المناطق المحرره تعتبر معطله وتقبع فيها معسكرات ومنشات عسكريه لدول التحالف العربي هذا لا يمكن القبول به لا يمكن السكوت عليه ينبغي على دول التحالف العربي ان تعي انها مسؤوله امام هذه مسؤوله امام اليمنيين ومسؤولة أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي أنها تقوم بتجريف الدورة اليمنية لصالح ميليشيات وكيانات وكرتونات لا 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 تنتمي للدولة، لا تنتمي للمؤسسات، لا تنتمي لكل الوسائل العصرية، هنا في تعز أيضا التدخلات الخارجية أرهقت التعزيين، أرهقت المؤسسات، أرهقت كل أبناء تعز، لا ينبغي السكوت أمام هذه الجرائم، هذه الممارسات لا التي تمارسها دول التحالف العربي أمام هذا السكوت التي آه تـ 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 تكون عليه او كانت عليه السلطه الشرعيه اذا هذه الممارسات في عدد من المحافظات اليمنيه كل اللوم يتوجه اذا هذه الاطراف اما جماعه الحوثي وميليشيات الحوثي فاليمنيون يعرفون ويدركون انها صل مليشيات لا يمكن الركون عليها لا يمكن نعم. نتساءل ايضا لا يمكن ان ان نعم عفوا استاذ ياسر ايضا نتساءل اين دور المنظمات والراصدين المنتمين للشرعيه عبر وزاره حقوق الانسان وبعض المنظمات المدعومه يعني نجد لهم جلسات في مجلس حقوق الانسان ونجد لهم بعض ورش الاعمال وكثير من التقارير ولكن لا نجد تاثيرها على ارض الواقع لم تستطع ان توصل صوت الانسان اليمني بكل وضوح، لماذا برايك؟ العمل الحقوقي ليس رصد وتوثيق على الواقع وحسب، ليست تقارير تذاع عبر وسائل الإعلام، ليست انتهاكات ترصد وتوثق بشكل يومي وشهري وسنوي العمل الحقوقي هو تكاملي بين المنظمات المجتمع المدني بين السلطات الحكوميه وانا هنا اعيب علي وزاره الخارجيه على وزاره حقوق الانسان على السفارات اليمنية في الخارج انها لم تستطع خلال اربع سنوات من ان توصل جريمه مثل جريمه الحصار على مدينه تعز امام دوائر القرار الغربيه، امام المنظمات الدوليه، امام مجلس حقوق الانسان، هناك تخاذل، هناك تكاسل من كل هذه هؤلاء المخولون بنقل صوت اليمنيين في الداخل لا يوجد لهم اي هم اي مسؤوليات اي اي افكار يمكن ان يقدمونها لهؤلاء اليمنيون الذين يتجرعون الويلات في الداخل لهذه الازمه الانسانيه لهذه الجرايم لهذه الانتهاكات هؤلاء لا يهمهم غير ان يستلمون رواتبهم او من السعوديه او الامارات او هذه الدول او تلك لا يهمهم اليمنيين. خلال أربع سنوات لا, 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 لا يوجد مسؤول يمني واحد استقر على المناطق المحررة سنة كاملة أو حتى نصف سنة. هؤلاء لا يمكن الركون عليهم وهم خلال أربع سنوات استطاعت ميليشيات الحوثي عبر اللوبيهات الضاغطة تبعها استطاعت أن تنقل كثير من ما تعتبره مظالم بحقها باعتبارها جماعة صغيرة أو ما يخيل إليها أنها مضطهدة لكن الحكومه الشرعيه عبر اجهزتها عبر مؤسساتها عبر ادواتها عبر سلكها الدبلوماسي لم تستطع نقل هذه المعركه الحقوقيه الى اروقتها المسموعه هم راكنون او يرتكنون على الراصدون والمنظمات هنا في الداخل، كل هؤلاء الذين في الداخل عملوا جهدا او بذلوا جهودا جباره امام المدنيين، استطاعوا نقل وتوصيل رسائل كثيره الى العالم الغربي الى المنظمات الى صناع القرار، لكن ليس هناك من سلطه داعمه لكل هذه التوجهات لكل هذه التقارير المرفوعه ليست هناك جدية من السلطات اليمنية في حماية سكانها أو 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 القيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه اليمنيين ليست هناك أدنى أدنى شعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء الضحايا الذين يتساقطون كل يوم سواء في تعز في عدن في الجوف في الحديدة في صعدة في صنعاء في في كل المناطق اليمنيه ادنى ما تقوم به الحكومه اليمنيه هو التنديد والشق وهذا ليس كافي، العمل الحقوقي، العمل الدبلوماسي هو الوبيهات، هو تواصلات، هو حاشد هو ضغط، وكل هذه لا تجيدها السلطه الشرعيه، لا تجيدها الحكومه اليمنيه للاسف الشديد. نعم اذا شكرا جزيلا لك ياسر المليكي الناشط والرصد الحقوقي، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من تعز. شغلكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لان ألتقيكم في مساء من جديد كونوا برعايه الله وامنه